بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة أبو إياد التعليمية. In the name of Allah, the most gracious, most merciful. Welcome in your channel, Abu Yad channel for education. In this video, inshallah, we will talk about the importance of fasting days of Dhul Hijjah and the good deeds that we should perform it in these days. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتحدث عن فضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة والأعمال المستحبة فيها. تابعوا معنا. الله glory be to him mentioned these honorable days, the first 10 days of Dhul Hijjah in the Holy Quran, especially in Surah Al-Fajr. And Allah swear by these first 10 days of Dhul Hijjah with Al-Fajr and the three rak'ahs of Al-Shafa and Al-Watr. In Surah in Quran called Surah Al-Fajr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم. Allah swore by here in Surah Al-Fajr by the dawn and by the 10 nights and by the even and odd. This is al-shafa wal-watr. This is three rak'ahs. We should pray them after Isha prayer. Ibn Abbas and Ibn Zubair and Mujahid and others of the era and later generation said that this refers to the first 10 days of Dhul Hijjah. Ibn Kathir said this is the correct opinion. And also the Prophet Muhammad, peace be upon him, mentioned these honorable 10 days of Dhul Hijjah, the first 10 days of Dhul Hijjah in his Sunnah in this Hadith. Ibn Abbas said that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, there are no days during which the righteous action is so pleasing to Allah than these days, the first days of Dhul Hijjah, narrated by Al-Bukhari. For the previous verse from Surah Al-Fajr and this hadith and other verses and hadiths call or talk about these 10 days of Dhul Hijjah. This means that these first days of Dhul Hijjah is really important and are honorable days, and Allah and the Prophet Muhammad love these days and love who do more good deeds in these days. So we will know in the following the importance of these honorable first 10 days of Dhul Hijjah and which good deeds we should to do them in these days.
وصلنا إلى فضل الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. إن هذه الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة، حيث يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه. فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة. فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة. قالوا الصحابة رضوان الله عليهم، سألوا الرسول: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. من هذا كله نستخلص فضل وأهمية هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة كالتالي: أولاً، هي أيام مباركة حيث يقع فيها يوم عرفة، وكما نعلم وكما سنعلم لاحقاً هذا اليوم الصيام فيه يكفر السنة الماضية والسنة اللاحقة، وهو يوم عظيم جدا عند الله عز وجل. وأيضا يوجد في هذه الأيام شعيرة الحج، حيث المسلمون من شتى بقاع العالم يؤدون فريضة الحج. وأيضا في آخر هذه الأيام في اليوم العاشر يبدأ المسلمون من شتى أنحاء العالم في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. ثانيا، من فضل هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أن الثواب والحسنات فيها مضاعفة أكثر من الأيام الأخرى من باقي أيام السنة، حيث الله عز وجل يضاعف الحسنات للأعمال الصالحة التي تؤدى في هذه الأيام أكثر من إذا أديت هذه الأعمال في الأيام الأخرى من أيام السنة. وأيضا يدل على هذا ما ذكر في الحديث عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما من عمل أفضل عند الله أفضل من الأعمال التي تؤدى في هذه الأيام الأول من شهر ذي الحجة. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: ولا الجهاد يا رسول الله؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل حتى من الجهاد في سبيل الله، إلا طبعا رجل خرج بنفسه وماله يبحث عن رزقه ورزق
عائلتي فخرج بنفسي ومالي فلم يرجع من ذلك بشيء فهذا ثوابه كبير جدا عند الله عز وجل ولذا أتمنى من نفسي ومنكم جميعا أن تكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة حتى ننال الثواب الكبير من الله عز وجل وخاصة الصيام وخاصة صيام يوم عرفة وسوف نعلم لاحقا الأعمال التي يجب أن نؤديها في هذه الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة لذا تابعوا معنا We reach to the virtues of the fasting days of Dhul Hijjah. These days, fasting days of Dhul Hijjah, are honorable and preferred days because work and good deeds in these days are doubled and it desirable to work diligently in worship and increase the work of good deeds by all of its forms because the good deeds in these days are better than good deeds in other days of the year Ibn Abbas narrated, may God be pleased with him, that the Messenger of Allah said, no days of good deeds are in them most beloved to Allah from these days, the 10 days, first 10 days of Dhul Hijjah. The companions of Prophet said, even jihad for the sake of Allah, The Prophet ﷺ said, and even jihad for the sake of Allah, except for a man who came out by himself and his wealth, so he did not return anything from that, narrated by Abu Dawood and Ibn Majah. This means these first 10 days of Dhul Hijjah Number one are honorable days. Number two, more beloved to Allah and the Prophet Muhammad. Number three, the work or the good deeds in these days are multiplied more than the other days of the year. And this will be clearly when the companions of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam asked, "Even jihad fi sabilillah, ya Rasulullah?" The Prophet said, "Even jihad fi sabilillah." This means that the good deeds in these first 10 days of Dhul Hijjah are very important, and the good deeds in them are multiplied. Allah will give you more and more and more good deeds in these days, more than good deeds in the other days of the year. So I hope from me and all of you, work more good deeds in these days to gain the more good deeds that Allah promised us by them.
سوف نتعرف هنا على أهم 10 أعمال يمكن أن نؤديها في ال10 أيام الأول من شهر ذي الحجة. We will learn here the important in good deeds that we should perform them in the first 10 days of Dhul Hijjah. Number one, read Quran. We should adhering by read the Quran more in these days. So we read Quran more and try to finish reading all the 30 parts of Quran. Number two, increase in nawafil prayers or sunnah prayers, such as Salat al-Duha and Sunan Rawatib. Sunan Rawatib means this rak'ahs that we perform them before or after the obligatory prayer, which are 2 rak'ahs before Fajr and 4 rak'ahs before Dhuhr and 2 after. Asr not have Sunnah prayer. Maghrib has 2 rak'ahs Sunnah after, and Isha also has 2 rak'ahs Sunnah after. So all of this Sunan Rawatib are 12 rak'ahs. And for the virtue of these Sunan 12 rak'ah, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, who pray 12 rak'ahs after or before the obligatory prayer, Allah will build to him a house in Jannah. So we should pray more of Sunnah prayer, such as Duha and Sunan Rawatib, and this is 2 rak'ahs to greeting the masjid, and Eid prayer, and Salat Qiyam al-Layl, night prayer, and the more of Sunnah prayers. Number three, make lots of dhikr. Remember Allah. We should remember Allah more in these days, such as tahleel. Tahleel means say La ilaha illallah. Tahmeed means say Alhamdulillah. Takbir says Allahu Akbar. And as-salah ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, we should say more of Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. This is examples for the dhikr that we should to remember Allah in these days. Number four, Istighfar. Istighfar means say Astaghfirullah al-Azim. And we should to say Astaghfirullah al-Azim more in these days, to seek forgiveness not only for yourself but for other Muslims with tawbah. Tawbah means repentance to Allah. You should to return to Allah
and to say astaghfirullah from the bad deeds that you did them in the previous days, and to promise Allah that you will not do them again. And the best word is for istighfar, you should to say like this: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. These are the best words that we should to say to ask forgiveness from Allah. If you need something easy, if you say Astaghfirullah al-Azim will be acceptable. But if you need more than words, strong words to ask forgiveness from Allah, you should to say these words that I mentioned before. Number 5, fasting. You should to fast as much as you can during these days, especially this day of Arafah. Because fasting in this day of Arafah, as the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if you fast day of Arafah, Allah will forgive your sins for the previous year and for the following year. Number 6, charity. You should to give more charity in this 10 days of Dhul Hijjah, spending for the sake of Allah, glory be to Him. Give in His way as much as possible and don't leave any raised hand this return empty. Number 7, preserve the ties of kinship. And preserve the ties of kinship for no one who serves the ties of kinship will enter paradise. You should to ask about your relatives and call them and ask about them and visit them in these days, and especially you should to visit them in the Eid prayer. Eighth, perform Hajj and Umrah. We should to keen on perform Hajj and Umrah in these honorable days. Muslims prepare themselves to go to Mecca in Saudi Arabia to perform Hajj and Umrah, and starting to do these rituals from the 8 days of Dhul Hijjah. Ninth, Udhiyah or sacrifice. Also from the best deeds we should to perform in these honorable days is Udhiyah or sacrifice, and this means slaughter any of the animals like sheep, cow, or buffalo as you can for the one only who can to do this udhiyah. And this sacrifice
or Udhiyah has a great reward from Allah. And inshallah, I will make a video about this Udhiyah as soon as the tenth and the last deed is Eid prayer. And this Eid prayer start or be in the day number 10. Eid prayer is 2 rak'ahs, and I made a video about Eid prayer. You can watch it in my channel. And in the end, this is not all the deeds that you can perform them in these honorable days of Dhul Hijjah, but you can do what you prefer or what you want. But these, I choose these deeds as the best deeds from my side. And I hope for myself and you to keen on perform the all of these deeds and others in these honorable days to gain the great reward from Allah. خامسا الصيام. والصيام هنا نعني الصيام السنة. فصيام هذه الأيام سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة يوم عرفة، وعرفنا من قبل فضل صيام يوم عرفة. وفي فضل الصيام السنة بشكل عام يقول الله عز وجل: الصيام لي وأنا أجزي به. سادسا الصدقة. وكما نعلم أن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي مستحبة جدا في هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة، حيث أن الثواب فيها مضاعف. فينبغي علينا أن نبحث عن هؤلاء الفقراء والمحتاجين ونحاول أن نساعدهم بالمال والطعام والملابس وكل مستطاع في سبيل إدخال البهجة والسرور عليهم. سابعا صلة الأرحام. يجب علينا في هذه الأيام أن نكثر من الاطمئنان والاتصال بأقاربنا وأهلينا، سواء المقيمين معنا أو البعيدين عنا، لأن ثواب صلة الرحم لها ثواب كبير، حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. ثامنا أداء الحج والعمرة. وكما نعلم أن المسلمون يبدأون في الذهاب والاستعداد للذهاب إلى مكة في المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، حيث يبدأون أداء الشعائر من اليوم الثامن. فيجب على كل مسلم يستطيع أن يحرص على أداء الحج والعمرة في هذه الأيام المباركة، حيث الثواب المضاعف.
تاسعاً الأضحية، والأضحية كما تعلمون هو ذبح حيوان من خروف أو بقر أو جاموس أو أي شيء على حسب المستطاع، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأسيا بنبينا الكريم إبراهيم عليه السلام. يجب علينا أيضا أن نحرص على أداء وفعل هذه الأضحية لأن ثوابها كبير، وسوف نفرد إن شاء الله في قناتنا فيديو خاص عن الأضحية وكيفية تقسيمها. عاشرا، صلاة العيد. أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نحرص عليها في الأيام العشر المباركة من شهر ذي الحجة هي صلاة العيد، وصلاة العيد تكون في اليوم العاشر، وقد أنشأنا فيديو عن صلاة العيد وكيفيتها وأهميتها في القناة، يمكن أن تبحثوا عن هذا الفيديو وتستفيدوا منه إن شاء الله. في النهاية وفقني الله وإياكم إلى كل عمل صالح، وأعانني الله وإياكم على كل خير. ثانيا، الإكثار من الصلوات السنة. والصلوات السنة هي التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن كمسلمين ينبغي أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم ونؤديها أسوة به صلى الله عليه وسلم، وأملا في كسب ثوابها العظيم، ومنها صلاة الضحى وصلاة قيام الليل والسنن الرواتب، وهي الصلوات التي ينبغي أن نؤديها قبل أو بعد الصلوات المفروضة، وصلاة قيام الليل، وكذلك صلاة العيد وغيرها من الصلوات السنة. ثالثا، ذكر الله. وذكر الله عز وجل يكون بصيغ كثيرة، وأيهما تريد فاذكر الله بأي صيغة تحبها أو تفضلها، ولكن سأذكر لك بعض الأمثلة من الكلمات التي نذكر بها الله عز وجل، من التحميد أي نقول الحمد لله، التهليل أي نقول لا إله إلا الله، التسبيح أي نقول سبحان الله، التكبير أن نقول الله أكبر، وأيضا التكبير هذا سنة في الأيام العشر من شهر ذي الحجة، وخاصة في يوم عرفة ويوم العيد، أن نكثر من القول الله أكبر ومن التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، صدق الله العظيم. أيضا من أهم الأعمال الاستغفار، وتعني الإكثار من قول أستغفر الله العظيم، حيث أنها سببا لمغفرة الذنوب عندما. وأهم 10 أعمال صالحة يمكن أن نفعلها في ال10 أيام الأول من شهر ذي الحجة هي كالتالي. طبعا ليست هذه كل الأعمال، ولكن الأعمال الصالحة كثيرة يمكن أن تفعل منها
أي شيء في سبيل الله عز وجل، ولكن قد جمعت لكم أهم 10 أعمال صالحة يمكن أن نفعلها في هذه الأيام المباركة. أولاً، قراءة القرآن الكريم. وكما تعلمون أن ثواب قراءة القرآن الكريم كبيرة جداً، كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. One of these honorable 10 days of Dhul Hijjah, day number 9 of Dhul Hijjah, and this day called in Islam day of Arafah, because all those people who went to Mecca to perform Hajj, they stand raise first this mountain, Arafah mountain, and stand on this mountain and pray to Allah, and the dua on this place is acceptable. Allah accepted the dua in this day, Yawm Arafah. And the rule for fast this day of Arafah is performed sunnah means the Prophet ﷺ used to fast this day, and he advised all Muslims to fast this day, and he is one of the first 10 days of Dhul Hijjah. And for the importance of this, of fast this day, Abu Qutada, may God be pleased with him, narrated that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "Fasting on the day of Arafah, I count on Allah to expiate sins of the previous and coming year." It was narrated by Muslim, so it is permissible to fast on the day of Arafah to the one who did not perform Hajj. On this day, in the 9th of Dhul Hijjah, and the benefit for fast this day, Allah, glory be to him, will forgive to you the sins which you made it for the previous year and for the coming year. So I hope all of you and me keen on fast this day to Allah forgive all our sins. نأتي إلى حكم صيام يوم عرفة، وهذا هو أحد أيام العشر أيام الأول من شهر ذو الحجة. وفي فضل هذا اليوم، في فضل صيام هذا اليوم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أخرجه مسلم. ولذا فيسن صيام يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وصيامه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القادمة، كما ورد في الحديث. ولذا تمنى من نفسي ومنكم جميعا أن تحرصوا على صيام هذا اليوم حتى يكفر الله ذنوبنا. Now we reach to the end of our video. If you like my video, please like, share and subscribe and activate the bell to reach all new from our videos.
والآن وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. إذا أعجبكم الفيديو الرجاء الإعجاب بالفيديو ومشاركة هذا الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Thank you for your watching and listening. See you in a new video, inshallah. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة وإلى اللقاء في فيديو تعليمي آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.